معايا هنا في الشاشة. مدينة سيدة جاتنا من ولاية أم البواقي، الحياة كانت قاسية معاها بزاف، طيبتها ونقاء قلبها خلى الناس تطمع فيها وتأذيها، ووصلت حتى وين حطمت لها حياتها وضيعت لها أقرب الناس ليها. ثقتها الزايدة في الناس في كل مرة خلى الخداع والأخطاء يكونوا عنوان لحياتها، وعلى هذا عقل مدينة ما عادش يستوعب عليه الحياة تعكست معها. ومع كل هذه المعاناة اللي عشتها، قررت مدينة تجينا البرنامج يفتح قلبك باش تواجه أخطائها وتصححها وتلملم جراحها وجراح كل واحد تألم بسببها.